مو ذاك رجج، روحي يلا يلا، عيب عيب زحمة، روح رجج تعال. اللي قل لي ما عندك كوكتيلات؟ أنا عندي كوكتيلات بس ما مركز عليهن. ما شاء الله هنا عندنا الحلوين، هنا ما شاء الله شوفون، هاي مغايبة رجل هي طقة ثول. السلام عليكم شباب، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم، نورت قناتكم. حلقة اليوم غير، نبديها بالصلاة على محمد وعلى محمد. حلقة اليوم راح تصير وناسة وبها أحداث حلوة، خليكم الفيديو مشاهدة ممتعة. حلقتنا من ذولي، ذولي عزلتهم عن ذولي، شي هذا قراض الرجين هو نفيات اثنين حطيت اياه، وذاك ذولي شي مقروضين خطية، هذاك خرج لي صارت كلش تعبانات، ترد اجيب له علاج. انا حطيت له عصارة مال الجروح، شوي فادت رجليه، بس رجليه مورمات. انا حكيت الدكتور وقال لي جيب لنا كتاكيتنا الحلوين، شوفوهم ما شاء الله. انا حطيت لهم دود قبابي يعني شوي متونسات. عندنا ضيوف حلقتنا، هذا رجل مغايب طار من هناك، خليه يدخل هناك واصورك. هنا ما شاء الله شوفون، هاي مغايبه رجل هي، بعد ماكم مغايب اختاروا لها اسم، انتم تردون تختارون الاسم لو انا اختاره. هذول انا هنا خليت عشهم، نشوفوا شلون رتبته، اعطيت له غصن حتى ياخذون استقرارهم وراحتهم. بس انا شفتها نايمه هنا البارحه، وهنا أنا مشكله يعني اذا عششت هنا أنا يعني راح يجن الملكيات، يجن قاعدين يمها وراح تصير مهامش. وهذاك ما ادري ايش بيقمص طقه ثول. ما شاء الله هنا عندنا الحلوين، هذا راح يطلع ثلجي، وهنا شوي خايفات، هذا راح يطلع ثلجي، وهذا مثل يعني شلون العش اللي قبله ثلجي ونورمال، هم لونه شوي فاتح هيك راح يطلعن، واحتمال اثنين ثلجيات، وان شاء الله خير. قولوا ما شاء الله، صلى على محمد وعلى محمد. وهنا عندنا ذولي الحلوين، هذا عندي شو اسمه الفحل مال ابو ذني اللي شفتكم اياه استوى بالعش، زاحف على مرت المصمغ، تعرفونه بعد تذكرونه، بس اعتقد مزوجها لان جاي يقعدون بهذا العش. نعم جاي يقعدون، بس ما بعدهم ما بانين اي شيء، بس انا شفته هو البارحه قاعد وهي قبلها كانت قاعده بهذا العش، ما ادري يعني هل يقدر زين. هذا ورا ذن الافراح يعني ورا زق، ما ادري بعد شلون راح تصير. يلا اذا كلش الام ما قدرت انا اساعدها بالزب، بس انه يسيطر عليه لازم الزمهن. يلا وهنا عندنا هذا الثلجي، هو واخوه كبرن، هو اعتقد الثلجي نثيه، اي نثيه مثل ما جاي اشوفه، والفحل وهذا اخوه ثاني فحل، بس انه اذا زوجين راح يخربون الوضعيه. ليش؟ لان انا بدي اطبق ولو شو اسمه لو الثلجي فحل كان رتب الوضع، كان رسمي جبنا العسلي. بس يلا اجيب له، اذا كل شيء اجيب له نثيه حمراء وشوي شوي اخفف اللون لحد ما يطلع العسلي. وهنا ذني البلابل حطيتين، هاي خلطه بالقبابي، وهاي الخلطه مال العسل، وهاي السوالف خرابيط ال شو اسمه الاعلاف الهولندي، مدري البلجيكي والله ما ادري يعني، هو المهم هاي الشركات الاجنبيه. وهنا عندنا بيضه قبج، بس انا ايش راح اسوي يا وليد؟ بعد ما اعزل يعني ما اخلي بالفقاسه، يعني هسه تعرفون الجو حار وانا ما عندي مكان جوا، ومن انا صارت سالفه هسه تعرفونها يا وليد. السالفه اللي صارت انه المبخره وقفت، ما ادري سالفة كهرباء ما ادري شنو، وقفت. بس انا حطيت هاي الطاسة مال ماي وجاي تصعد الرطوبة، يعني شغلة مؤقتة لحد ما اجيب، عفوا لحد ما اجيب شو اسمه هاي المبخرة. وهنا انا البارحة صعدت البيض هذا مال براهما ومال كوشن، بس بالنسبة لل بيض شو اسمه البوب وايت وبيض القبج بعد ما اخلي اي بيض بالفقاسه، يعني راح احاول انزله للبيت الاكل، وهاي الفتره راح اريح الفقاسه ما راح اخلي بيها اي بيض. اذا جاني بيض قوي يعني اذا اشتريت بيض او جاني بيض هديه بعد هذا لازم اخليه،
يعني ذا بيض قوي يعني مستويات مثل عسل البراهما اللي جاني والكوشن يعني المستويات اللي تجيني. وصدق انا حابة اشكره صديقي عبد الله اللي دز لي البيض. هنا عندنا بيض السمان، قلت لكم انا جاي قلبه يدويا لان هذا الفقاسه ما جاي يجي جاي يتكسر، وما شاء الله تكون الجنين ويعني شغله يعني حطيتني يوم 28 هنا تقريبا 16 17 يوم يفقس، وتم بعد هاي التفاصيل كلها راح تشوفونها بالفيديوهات. يا ولد بالنسبه لهذني معروضات للبيع، اللي يحب ياخذهن خليه يتواصل معي على حساب الانستغرام، راح اذكر راح اخليه بتعليق مثبت لان يعني كلش مودين وما جاي يفيدون هنا يعني جاي يطقون ذن يعني حتى قرض رجلين ما فاك من عندهم هسه شوي اما اذا تعاركنا صورتهم يعني كلش كلش اذوني يعني دول مال تخليهم بعدهم او تخليهم يعني ويا ربعهم يعني ما جاي يخلون يوصلون للاكل. فمثل ما قلت لكم يعني اللي يريدهن خليه يتواصل وياي على الانستغرام، راح اخلي الحساب التعليق مثبت. عندنا ذني الحلوات، ذني الحلوات في كلهن بيضان يمكن مثل بعدهن والله ما ادري هسه اشوفكم يان لا والله بعدهن ماكو شيء بس انه يعني بدني لمن يعني الوضعيه ايام ان شاء الله نصبر عليهم بعد. وهنا عندنا هذا بدا يزحف يعني بدأت في الوضعية بيناتهم يعني بس خلي فوكس ايه قاعد يتغزل هاي بس وصل هاي انا مو القد اعرف بيهن القريبين علي يعرفوني يعني مو القد اعرف بيهن الترهب. شوفونا هاي الحلوة ما شاء الله مستوى وجمال. هو انا هم مشكلة مزوجها على فحل يعني ما يرهم وياها لان هذا الفحل وايت برايس. شوفون هذا قبالكم هذا هو هذا الفحل مالها وش اسمه. وقلت لكم انا هذين العاديات هسه ان شاء الله راح اصفيهن بس انا اقول هسه مو هسه خلي هالوضعيه يعني على الموسم يعني الشهر الثامن هيجي اصفيهن واجيب مستويات. وانا اصلا عندي في الترتيب والكريست طلع الافراخ طارا وطلع عندنا كريست ابيض. انا ليش مدقق على موضوع الكريست؟ الكريست عندي موضوع بي شنو اللي اريد اسوي من عنده؟ اريد اطور مستويات وكل الالوان كريست وصلت يعني اوصل المستوى الانجليش او اوصل المستوى يعني الالماني الهولندي يعني لا هو مو الماني الهولندي يعني احكيكم اياها بالدارج او بالحكي السوقاوي من السوبر للانجليش هذا اللي اريد اطوره يعني حتى لو دماء مو مشكله يعني الاورنج كريست والفون كريست والثريكوم وذني المستويات. انا اريد اسوي لي حلقه كامله على الزيبرا فينيش او الفنجس بالمصطلح الدارج العام يعني كل المستويات اللي اريد اوصلهن وكريست وصلت يعني شيء مختلف ما موجود هذا اللي اريد اوصل له ان شاء الله. فراح ابقي المستويات الحلوه يعني انا طلع عندي اثنين ابيض كريست هي امهم بايت يعني مشجره نقدر نقول تشجيره بين الابيض وبين النورمال فطلعوا ابيض بس هذا اعتقد حامل صفه يعني سبيلت يعني ما ادري سبيلت بايت اعتقد بي سبيلت بايت يطلع لك يعني كلش طبيعي يطلع لك نورمال لان الابو نورمال وكلش طبيعي طلع لك هسه بابا هذا هو ابوه هذا ابوه بصف بعوله يعني نشوف بعد شوي راح نشوفون التطورات شوي شوي. طبعا هي النفية مالت الكريست حجمها حلو بس مو مستوى لا هي مو مستوى يعني حتى مو جامبو هي عادية خشنة بس يعني زين جاي طلع لها. بالنسبة لل التطوير الاحجام اللي يفكر يطور احجام بالتربيه الجماعيه ما نصحه يعني يربي خانات ويطور على راحته وكيفه وعلى مزاجه باللون اللي يريده وبالحجم اللي يريده. ودائما التطوير مو بالذكر، الذكر لون والتطوير بالنفيه. هذا اللي تعلمته من هاي فتره التربيه كلها او هي مو فتره التربيه وانما يعني من المعلومات اللي كسبتها هاي المده هاي الفتره
يعني انا ما مجرب اطور هذا انه هي والفحل مالها مالها عندنا جميل. ها كوكو كوكو ما عليه اللي قال لي ما عندك كوكتيلات. انا عندي كوكتيلات بس ما مركز عليهم. وهذا ترى هو اليف بس هسه فتره تزاوج شوي خايف يعني خايف على عشه. خلي بس خلي ينتج لنا عش واحد او عشين وانا اطلع يعني ازل على صفحه وسمعوا الحكي مالته يسلم ويقول كوكو ويقول هلا منو وميو يعني هواي كلمات عده ويلعب. بس هو قلت لكم شوي خايف يعني على مود العش مالته فما ادري ليش ما كنت مركز عليه. هو مو ما ادري وانما كنت متوقع ماكو يعني له رغبه وهاي. وانا ان شاء الله هم رد اسوي لهم محميه خاصه بهن يعني قاطع هنا انا اسوي لي يعني انا قلت منها يعني من هذا البوري يصير قاطع يعني هيجي اخليه هنا والريد رامب البراكيت فهاي كلها كل الوقت. هو البيض مال هنشات يعني بس انا ما ارد اخوفها يعني هي جايت اخوها جاي تحضن تعلمت الدرس. بابا لوقي لوقي والله اكبر لوقي. ها كوكو يلا بوسه بوسه خلي انت فترة التزاوج مالته وقعد تتونسون وياه. خل الفرخ الثاني مالت الكريس شوفوا نورمال حق حقيق ماكو سبيريت بالموضوع لا بالجناح ولا بالهاد ماكو سبيريت اي سبيريت ماكو بس انه شوي هاملاتي خشمه مفقوق مو هاملاتي بس بعد صغيرون. خلي ارجع العش يعني متبهذلت بهذل ما ادري ايش حفاتي تا 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 بلك. بس خليني اجيب اوجي وهذا جبناه خليني ارجع العش ارجع العش اكوي ارجع خرب على ابليسك تعال يلا ارجع رجعنا العش روح بط. وهنا عندنا ذني شوفونا وين وصلت خلي فوكس لان هم اصلا شويه كبرا بس ما ادري اكو كم فرق بينهم ما ادري مودينهم خلينا نسد عليهم الجو شوي بارد فسديت عليهم هذا العش احسن. عندنا ما ادري منو لام اكو بيضه بس ما ادري هو وهنا هم لامين وهنا ماكو شيء هواي هواي طيور لامين واعتقد السوبرات هم لامات ومبيضات فما ادري شنو الوضع ويمكن بس لقيت عش ببيض بدون مواد تعشيش يمكن النثي قبل جاي من بيضه بس شادات اثنينهم فاكم شوفوا شوف شلون يكنوران ما يعني دمروني دمروني دمار العش اللي بي البيضات انا راكم اياه يشوفون لا موت تعشيش ولا شيء بس ان اثنين شادات المن ما ادري وهذا العيش هم لامين بي والله فارق شي ماكو وهذا العيش هم لامين بي ومبيضين بيضتين هم ما ادري المن صاير يجيبوا بيض اللي كل يوم يسال مال بيض يلا كله كله خير ما شاء الله. وهنا ما شاء الله هذا العش مات الجامبوات شو ادري السوبرات ما تغارون من عندهم شيء تغاروا بيض وهيج وهذا العش ما ادري انت تنزل عليه الرحمه ويختمونه ورجع وياكم منا من يمر كتاكيت ما شاء الله تعال هنا قربيدي ما شاء الله انه مستوى حلو هذا خطيه صارت بي جري بقول لك عوفه صارت بي جري من طقه وصبعه وبترو هذا الفرق مات مرقبة شمالي هذا بعده هسه أنا ألزم كل يوم شوفوا هذا خلي أشوفه أنا ما أقدر أطلع بالهذا بسبب حقوق اليوتيوب ترجع مكانك ترجع مكانك تفتح شيء لزمه بعد وهذا لزمناه بس أنا اكتشفت شغلة أما هذا يدافعن عنه زين وين أعرف إنه هذا بينهم وأنا هو ما طلع من جواهن شيء غريب يا ولد ما أدري شلون أعرفن ما أدري دميحن ما أدري هون عبالها بس بالبشر هات بالبشر ما تتاي السلفة وانا ذني ارد اطلعهن بس مشكلة يطقونهن بس خلي كبرن شوية خلي يصير عمرهن ها بحدود الشهر انها سريشن بدأ يطلع جناحاتهن وبدأ الترتيب يا ولد بالنسبة للسمان حاليا اوقفهم بيض لان خلص عدي البلت
وانقطع عليهم تقريبا 3 أيام لو يومين، وبعد أنا ما جبته فياخذن فد أسبوع هيك الله يرجعني يبيضن. واللي قلت لكم أنا بعد الفقاسة راح أوقفها هسه، يعني بس تطلع هاي الوجبة مال البراهمة راح أوقفها. ما شاء الله شوفوا الهواء يخبط، هو عالي عالي وبارد. سيش الطيور راح تتأذي، راح طيور عايشة الجو طيق الهواء وتونسة والهواء شمال. المهم نرجع لموضوعنا، فعندي مشاكل صارت بالمنظومة. المنظومة ما جاي تفيد، مو ما جاي تفيد، وإنما هي بيها فايدة. بس أنا الارتفاع، يعني المشكلة يمي الارتفاع اللي عندي، يعني السقيفة شوفوا ارتفاعها من هنا صايرة 2.10 من هاي الصفحة، ومن هاي الصفحة 2.5 تقريبا. فهاي هاي المشكلة اللي جاي تصير عندي، هي تحتاج لها أقل شيء يعني مسافة 3 مترات 4 مترات. ما أعرف الهواء يجوز جاي يأثر على صوتي هسه، بس تحملوا يعني عدت أكثر من مرة. فلازم ارتفاع 3 مترات أو 4، يعني هذا الأقل شيء يعني مينيمم، حتى توفر براد مو توفر ماي. هسه هيك يعني اذا اشغلها هسه لازم اشغلها ساعة، ويعني اظل اشغل واطفي اشغل واطفي حتى الطير ما يتأذي، لان هذا تعرفون بعد جو حار ويشتغل عليه ماي بارد، تنفسية رسمي، فالطير يظل كلها تعطس. وانا ليش اروح اضيع الطيور كلهن وهن جاي يتحملن يعني الجو؟ فاشغلها شوي واطفيها، اشغلها واطفيها الى ان بعد الله يوفقنا ونجيب الصحراوي. وهذا شوفونا يا جمال، يلا خليكم الفيديو شوفوها ما شاء الله. تعال هاي هي، وذاك الفحل مالها ما يبين شوي من هذا. قلت لكم هذا العش اللي سويته، هيش ترتيب صار وهاي الداخلة. بس اريد اجيب لهم بعد السعفات اخليهن على هذا. هذا شرحته بديش الحلقة، وهسام راح أعيد عليه، راح أخلي سعفات هنا حتى يعطيهم طابع إنه الطبيعة، وهي أهم شيء النثية شوي بها ألافة يعني بحيث ما تظل ما تعز نفسها على سالفة البيض، لأن يعني البلبل بعد تعرفون أنا ما أريد أسوي لكم حلقة كاملة عليه، ما يتحمل واحد يشوف عشة، بس واحد يدنى العش ما تيشمر بيضة، خاصة هي النثية شمرهن. بس هي إذا النثية مستواها حلو بعدها انا قلت لكم ما اعرف اصوفر هنا، ما ادري شنو حاطات القفص جاي طوفان علي، ما ادري شنو ترى قفص هذا والله هنا تروح من اول فعلي يروح وراه، هنا تروح من اول هنا ما ادري ايش يردن، ليش جاي يروح هناك ما ادري. لا هنا وضعيتهم بعد ما مو مالي يبقن، كلش مو مالي يبقن، وضع ماي ثاني. وانا اريد اشيلهن واجيب نوع شوي كلش، يعني هو شوي كلش حلو، لا يعني كلش حلو ذاك النوع، وكل اغلبكم تعرفونه يجي وشوفونه. الطيور اللي راح تصير هنا كلهن من هذا الحجم، ماكو حجم اكبر. ومستقبلا هم عندي ترتيب على اللاي المحمية، هذا القاطع مستقبلا احتمال اشيله وهذا يصير نوع واحد، الطيور اللي تبقى هنا نوع واحد. بس هاي يعني مستقبلا ان شاء الله من الصير هدي عندي هواي شغلات، بعدين راح تشوفون كلهم وبالتفاصيل وياكم لحظه بلحظه كلها بالتوثيق. الاخضر اللي هذا قلت ادقه من هنا، هذا يعني صبر لنا شوي احتمال الفيديو الجاي نكمله، يعني شوي صارت عندي ظروف هاي الكم يوم، لهذا السبب تاخر الفيديو، وهم انتم هم اعذرونا اخرنا الفيديو عليكم. بس هاي كلها راح تشوفونها بفيديو مفصل عن هذا الموضوع مع الترتيب، وراح قلت لكم راح اسويها من جوا، يعني حتى هذا المنانة والمناهم راح ادقهن، يعني اصير عبارة عن خضار. وانا هم اريد اجيب اخضر للسياج، لان منظره نضيع شكل الطيور، فمن يصير خضار والاغصان تترتب اكثر يعني يصير شوي جمال، لان هو لان المحميات راح شوي يصير بين حياه عكس ديشه تحتاج لها، يعني هسه هاي تحتاج لها عدد يلا تنترس، شوفوا يعني ما شاء الله هي كبيره يعني
يعني قياس 12 في 4 مساحة ما شاء الله. وهذين صارن أصدق بالنسبة اللي سألني على القياسات، هاي صارت 3 و25 تقريبا في 3، وهاي كذلك 3 و25 في 3، لأن هاي 6 قطعتها بالنص صارت 3 × 3 وهي عرضها 3 و25، فهذا الترتيب اللي صار. وهاي هنا 4 × 12، يعني هي صارت من البيتونة للحائط، وهيك صار الترتيب مالها. ويعني ما جاي اقدر اصوركم هناك، يعني السطح صاير كله زعبلة واريد اسوي عليه حملة اليوم وانظفه كله. بصور الزرع وهاي ما يطيح قلبها تعرفني، بس اروح منها وانت تجي وراي. تعي تعي منها، تعي تعي ما شلون جت، لا تعي تعي هنا، تعي هم اثنين حتى ذاك ضايج وراي. يلا الله يهديه ان شاء الله ويراونا الانتاج بهذا العش. يلا خلينا نكمل وياكم على الزرع. هنا عندنا هاي السلطانية دفعت، بس هذا وقفت. هو هذا لا مو غصن الوردة، بس هاي ما شاء الله شوف هاي المحمدية، هذا غصن وردة. ها شوفوا هذا غصن وردة، وهذا ما شاء الله هذا ببرعم ما تبين بعوله. تبين عندكم البرعم لو لا؟ اوقف انا فوكس لكم عليه. هذا هو البرعم، هذا هو. وعندنا بعد وين هذا ما شاء الله هم دفع برعم بعوله فوكس اي بين. وهنا عندكم هذا هم دفع برعم هم زهري. بعد وين هي بيها تقريبا 5 6 دفعن ومديش الصفحة هم دفع، فما لحلكم هنا. ان شاء الله المحمدية شغلة ايام لو اسبوع تورد ان شاء الله. ها شوف هسه بعد ما عالجتها من الحديد شوف شلون الاوراق رجعت لنشاطها، وطيتها تسميد همه، طيتها بوتاسيوم عالي، بوتاسيوم عالي الفسفور، والبلوم خلاص عدي هم راح اعطيها بلوم، لان البلوم مختص بالتزهير هو مال الازهار فقط. وهنا عندنا الجميله شوفوا لها ما شاء الله، شوف شوف انا وصلت الى ما لا نهايه. هاي اللي هنا بس راح اسوي انا راح اطلعها مشيها على هذا الواير، او امد لها واير هيك من هنا اخليها تصعد تروح هيك. بس انا ادري فيها تري الشمس ليش هيك ما ادري. يلا زياده خير دفعت. اسمع اسمع لي صوت الفحل ما شاء الله. اكو عندنا جيراننا عندهم بلبل وجاي يتناوبون ما شاء الله. الخشونة ذا بالصوت هواي هاي ما توفين. ها شيني ايش تردين مو ذاك رجج روحي لي. يلا يلا عيب عيب زحمه روحي رجج. عباها تريد اطيها دود معودها اطيها دود قبابي ما عندي دود. يلا يلا روحي يا مرجج يلا دخلنا كمل تصوير روحي رجج نعوفك يلا باي. وهذا هو ورد الجمال، هاي ما لحقت عليها البارحة فتحت بيدي انفصمت. هاي الثانية ولا لا هاي وين زين بعدها مقاومة. هو هيك يصير بي هذا البرعم شوفوا. وهذني هسه راح يفتحن، هاي فتحت ما شاء الله وردة كلش حلوة. اعتقد يمكن عندي فيديو هسه راوكم اياه، بس عادي يعني صوت السبلت حملوه. هاي تفتح ورد الجمال بس شوفوا ليها، وهاي بعد الثانية بدت تفتح، وهاي الثالثة جمال. ها شوفوا فوكس شوفوا ليها ما شاء الله. نقول لكم ورد جمال، بس هاي شنو المشكله بعدين نطيح. نقول لكم وصلنا نهايه حلقه اليوم، اتمنى استمتعتوا واستفادتوا. مع السلامه.